لهون 50. راحت عليك يا سنية خانم. لو شافت حالتي هلأ كانت بلشت التنقير بالحكي. شبابيك بيتك معبايين بالوسخ، بدل ما تنطفي هون تشاطري ببيتك. حافظتا ولو؟ سجلي نفس هون 60. ايه سجلت. اوه صار مراي. انا عم قول نحط التخت هنيك والكومودينتين جنبه. ايه ومنحط الدروج هنيك. لا قاسية، الدروج منحطها بهالجهة. غزانة التياب هنيك، الدروج هون، التخت هون وجنبه الكومودينتين. لا 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 اسمعي، الخزانة رح تنحط بهالجهة وطاولة المكياج بهالجهة. حبيبتي قاسية ما في لزوم لطاولة المكياج لأنه أنا ما بحط مكياج كتير، ماسكرا وقلم روج. هلأ أنت برأيك طاولة المكياج مشان المكياج وبس يا زكية؟ مشان شو لك؟ فهمي علي، بتسحبي الكرسي بهدوء وبتعدي بهدوء وبتمسكي المشط بإيدك وبعدين بتجيبي شعرك وبتمشطي وبتزتي هيك لورا، بتجيبي لهون وبتمشطي وبتزتي، وكل شوي والتانية بتطلعي بحالك بالمراية وبتتدلعي. ايه طاولة المكياج صارت طاولة دلع كمان لك. الدلع مهم بلا هالمسخرة. شبك انت وياها؟ حاجتكم ضحك بكفي هيك. يلا رجعوا على الشغل. طيب ماشي اسماء، انا رح يلا تعينا خلينا نقيس هون. ماشي بس تعملي مثل ما قلت لك، بتعرفي انه في معي حق. انا قسته من هون، تعي من هي الجهه. اسمعي انت وياها، معي حق. طبعا قاسيه انت دائما معك حق. اتحركوا شوي، خلصوا القياسات، ما تتبردي انت وياها. ليكني مسحت البلور وخلصت. يلا 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 لشوف، خلونا نمسح أرض الغرفة. طيب. بدنا نخلص بكير وننزل على السوق لأنه دوبنا نلحق نجيب كم غرض. يلا لا تضيعوا الوقت. أنا ما بدي خوفكم بس بصراحة. علي بيك لو سمحت احكي اللي بدك تحكي. هلأ هذا النوع من القصص بنتعرض له كل يوم، بنات بعمر ملك أو أكبر بشوي، وحتى في بنات أصغر منا بيتعرفوا على ناس من الانترنت وبعدين ببلشوا مراسلة معهم، وبتمضى الأيام وهنن عم يحكوا مع بعضهم، بيبنوا رابط عاطفي معهم وبعدين بيسحبوا البنات لعندهم بشكل من الأشكال، وبصيروا يبتزوا البنات ويهددوهم بصورهم وأنه رح ينشروا هالمحادثات على مواقع التواصل. كتار منهم بعمر آبائهم وفي منهم متزوجين كمان، بيبعتوا وراهم على المدن يلي هنن عايشين فيها، والأطفال جاهلين بيهربوا من بيوتهم من شان المغامرة، وبعدين بيكتشفوا إنه القصة كلها لعبة، كذبة كبيرة. عفوا من وين التواليت هون؟ التواليت ليك ورا يا أنسة. شكرا لك. العفو. أي بنت هربانة ما بتسترجي ترجع البيت، شو رح تعمل؟ أنا ما بلوم هدول الأولاد، بلوم الأب والأم يلي بيقولوا لأولادهم خدوا التابلت وفوتوا على غرفكم، بدنا نريح راسنا شوي منكم. راسك يلي خايف إنه يوجعك من الحكي ممكن كتير بكرة تخبطوا بالحيطان من الندم والقهر. سيدي هازان خانم، لو سمحتي بدي دخل الشاب لجوا. تفضل. يلا شو بدي اقول لك علي؟ شو حيصير؟ رح نقدر نوصل لهذا التافه؟ بنوصل له اخي، بنوصل له، بس على الاقل بنعرف انه هن مانهم مع بعضهم، هالشي كتير منيح. عمي فكرت عنده خبر؟ ايه انا خبرته دغري. يلا ما ضل عنا شغل هون، خلصنا. يلا. لا انا بقيان، خلص فيكن تروحوا انتو، يمكن يلزمون شي شغله. لك لا تضيعوا وقت، يلا شباب روحوا. معناته انت خليك معه. طاهر انتبه عليها، امشي انت وياه. علي انت صرت اب بس اسماء ما عندها خبر. كيف يعني؟ اللي انت من شوي حكيت مثل شرطي بيساعد الناس ولا مثل اب اكل هم اولاده وخايف عليهم؟
الو، تعالوا خدوني، قصدي خدونا، تعالوا خدونا، نحن هون. نحن وين هلا؟ خلص سكر. عمو فيك توصلنا بطريقك؟ ايه اكيد، اركبوا. يلا ما بدك تروح؟ عمو فيني اكل وحده؟ كلي بنتي كلي، صحه وهنا. تاكل؟ انت منيحة. قلت بتصل برفقات ملك لأسأل عليها، بس ما كان عندي غير رقم بنتين من رفقاتها. يمكن أمي كان معها حق. شو قالت لك؟ قالت شغلات مزبوطة. شكرا كثير لوقفتك جنبي. اتهام الناس سهل على الانسان، ما هيك فرحات؟ مزبوط، اتهام الناس سهل على الانسان. يبدو منعرف هالشي متاخرين. رح نلاقيها مو هيك فرحات؟ رح نلاقيها ان شاء الله، ما تاكلي هم. وين انت؟ موبايلي رح يخلص شحنه، عم طفيه لحتى ما يخلص على الآخر. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.